بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا في عملية نوعية ضرب صهريج مازوت باتجاه من خناصر إلى معامل الدفاع، وقد دمرنا الحمد لله رب العالمين. فجرنا بال 14:30 والحمد لله رب العالمين، فضل الله فوج 29 لواء التوحيد كذيب فتح الإيمان. الله أكبر والعزة لله. هذه صهاريج خزانات الوقود لكلاب الأسد تحترق تحت ضربات لواء توحيد كتيبة فتح الإيمان. والآن نلتقي مع القائد أبو خالد وليد العدسي. الحمد لله رب العالمين. صور الصور هاي. الحمد لله. صور أسد الصور هاي. الحمد لله رب العالمين. وقمنا بعملية نوعية بالضرب صهاريج مازوت من خناصر إلى معامل الدفاع. والحمد لله رب العالمين. تدمير الصهاريج. والحمد لله رمي فضل الله باسم لواء التوحيد كتيبة فتح الإيمان. والحمد لله في هذا 14:30 فضل الله والحمد لله رب العالمين. ونتمنى من الله كمان يدعمونا شيء لواء التوحيد ب 23 إلى طريق معامل الدفاع. والحمد لله إن شاء الله مقطع قطع مادة إن شاء الله، بس نتمنى منه يدعمونا ب 23 إن شاء الله منقوم قطع الطريق مباشر فورا، قطع طريق خالص إمداد نهائية ما بصلون. والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر الله أكبر أكبر. صراحة محمد شفتش.